السلام عليكم، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده احنا في فيديو جديد مع بعض، وفيديو النهارده ممتع جدا. فيديو النهارده لسيدة وروتينها المميز، وكمان التنظيفات الهايلة اللي هتعملها معانا بإذن الله في فيديو النهارده. تعالوا كده نتفرج على كل الحاجات الحلوة الحماسية اللي هتعملها معانا، وزي ما تعودنا كل يوم ما تنسوش طبعا تشجيعكم ليا وللقناة بأحلى لايك وكمان أحلى كومنت تحت، هستناه وبقرأ كل الكومنتات بتاعتكم وقد ايه بكون سعيدة بالكلام الحلو اللي كلكم بتكتبوه ليا. طبعا كمان ما تنسوش الاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد من الفيديوهات اللي احنا بننزلها مع بعض كل يوم. هنا كمان برضو زي ما شفنا كده، طبعا دخلت على المطبخ ده وبدأت كمان تشيل كل الحاجات الموجودة في المطبخ، وهتبدأ كمان تنظف وتلمع كل حاجة زي ما هنشوف مع بعض. وطبعا كل واحدة فينا طول ما مطبخها نظيف بتحس ان كل حاجة بالنسبة لها نظيفة وزي الفل. هنا كمان برضو كده اصحاب المنزل ده قالوا لها ان كل حاجة موجودة في المطبخ نظيفة جدا، وكمان صلاحيتها كويسة كمان جدا، ولسه يعني خلال مدة الصلاحية بتاعتها، وهي كمان بتبدأ تبص على كل حاجة بنفسها وتعين كل حاجة قبل ما ترمي حاجة ممكن تكون شايفة ان هي مش ضرورية او مش مهمة خالص. وبدأت كمان طبعا تلمع تحت الاحواض زي ما احنا شايفين، وقبل ما بتلمع لازم طبعا تشيل كل حاجة موجودة في الادراج والاسطح كمان اللي موجودة تحت الرخامة بتاعت المطبخ زي ما احنا شايفين. وطبعا الوضع كان سيء جدا، بس على الرغم من كده هي معاها كل المواد الكيماوية زي التنظيفات بقى والمنظفات اللي بتستخدمها عشان تقدر تنظف كل حاجة وترجع كل حاجة نظيفة زي الاول ويمكن احسن كمان. حاولت اكيد طبعا تنظف كل حاجة بقدر الامكان زي ما شفنا مع بعض. ودلوقتي كمان خلاص بقى لبست الكوانت بتاعها، وهتبدأ كمان تشوف هنا الشفاط بالدهون اللي موجودة عليه. وطبعا شفنا كمان برضو هنا كده الدهون صعبة جدا، ومع ذلك مفيش أي حاجة بتصعب عليها أبدا، كل حاجة خلاص بالمواد الكيماوية اللي موجودة معاها والمنظفات اللي هي أشبه عندنا في مصر بالظبط زي الباور. بتبدأ كمان تستخدمه، طبعا في باور خاص بالستلس، في باور خاص بالشفاطات، في كل حاجة أو كل دهون معينة وليها طبعا بخاخ معين أو بار معين بيقدر كمان يشيل الدهون اللي موجودة عليه. حتى كمان برضو الطاسة او المقلية اللي احنا شايفينها دي دلوقتي مع بعض عليها طبعا دهون صعبة جدا من بره، بس طبعا مفيش اي حاجة بتصعب عليها خالص، هتنضفها وترجعها كأنها جديدة. وهنشوف طبعا كل الحاجات دي واحنا بنكمل طبعا مع بعض. خلاص دلوقتي طبعا نظفت هنا المطبخ من جوه ومن بره كويس جدا، وطبعا في نفس الوقت كانت سايبه المقلية او الطاسه اللي قدامنا منقوعه شويه كده على الحاجات اللي هي كانت حطاها عليها. ومجرد ما خلصت المطبخ يعني يقولوا مثلا كده عدى من نص ساعه لساعه، جابتها هنا دلوقتي كده وبدات تنظفها، وفعلا رجعت معانا كانها جديده ويمكن احسن كمان. خلاص دلوقتي كده بدات ترجع كل حاجه تاني في مكانها الطبيعي، وبدات كمان تنظف كل حاجه زي برضو التربو او المنظم اللي كان موجود قدامنا. هنا كمان برضو كده كل الحاجات الخارجية اللي كانت موجودة على الرخام، بتقول طبعا بحكم ان هي الحاجات دي موجودة في المطبخ طبعا بتلم دهون واوساخ كتيرة جدا. هنا خلاص كان جه هنا احد الاشخاص برضو اللي بيساعدها في الشغل ده، وقالت له خلاص مهمتك انت دلوقتي ان انت هتقوم بالبراط اللي احنا شايفينه، عشان طبعا برضو الدهون كانت موجودة على الارضيات والاسطح اللي احنا شايفينها. هو فعلا بالفعل كده بدأ ينظف الحاجات اللي قالت له عليها، وهنا طبعا كمان بتبدأ روح التعاون اللي بنشوفها مع بعض، عشان كده يعتبر شركات النظافة دي بتعمل اسم وسمعة كويسة جدا، بتحسب وتتاخد عليها كمان. طبعا هنا خلاص بقى كده نظف الارضيات كويس، في نفس الوقت بقى كده كانت هي هنا بتمسح التربو اللي شايفينه او المنظم اللي احنا شايفينه ده بتاع الاجهزه الكهربائيه، وفعلا خلاص بدات ترجع كل حاجه مكانها تاني زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض. وبدات كمان كده تديهم تلميعه اخيره، وهنا خلاص كانت الارضيات فعلا اتنظفت كويس جدا. بدا بس كده الاول يديها كمان وش كده بالمطهر والمعقم اللي احنا شايفينه ده دلوقتي مع بعض، وخلاص يعني هنشوف كمان دلوقتي ليها روتينات حلوة جدا في البيت. ده دلوقتي كده جولة سريعة مع بعض في المطبخ، وشكل كل حاجة بتلمع وبتتكلم عن نفسها. وفعلا هنا كمان المطبخ على الرغم ان هو باللون الابيض، بس كل حاجة رجعت نظيفة وزي الفل. تعالوا نشوف كمان كده دلوقتي ليها روتين حلو جدا. جابت هنا طبعا مجموعة من الغسيل اللي كان موجودة عندها، وبتقول لازم تبدأي يومك بالغسيل، سواء طبعا عندك غسيل او لا، بس عامة حاولي تبصي كده لو في عندك غسيل في البيت، على طبعا ما انت تكوني شغلتي الغسالة ممكن تشغلي في نفس الوقت كده كام حاجة جنبك، بحيث على ما تخلصي انت الشغل اليدوي بتاعك تكون كمان الغسالة بتاعتك خلصت الشغل بتاعها.
هنا كمان بتقول كده ان يا دوب الارضيات هنا كانت محتاجه تتمسح، ففعلا خلاص بدات هنا بالتنظيف السريع اللي احنا هنشوفه دلوقتي، وبدات كمان تمسح الارض كويس جدا. وفي كمان جزء هنا انا شلته من مقطع، يعني احد المقاطع اللي كان موجود في الفيديو بتاعي النهارده، ان هي طبعا كانت بتعمل غدا كده سريع، بس انا عامه يعني شلت الجزء ده وقصيته لان حسيت يعني ان هي حاجه تقليديه وحاجه عاديه، فقلت خلينا اكتر في الروتينات الحلوه الحماسيه. وكمان يمكن الاكل الصيني او الكوري عامه احنا في البلاد العربيه مش متعودين عليه قوي، وبنشوفه ان هو حاجه غريبه شويه بالنسبه لنا، فعشان كده انا قصيت الجزء بتاع المقطع بتاع الاكل. هنا كمان برضو بتقول في كام مجموعه من الملابس اللي كانت محتاجه ان هي تتنظف الاول على ايديها قبل كمان ما تحطها في الغساله، وده طبعا اللي كتير جدا مننا بيعمله يعني يوميا. فدلوقتي كمان طبعا هتبدا كمان دلوقتي كده ان هي تمسح الارض كويس جدا، طبعا اديتها الاول مسح كده بالفرشه وبعد كده بالمساحه، وكمان هي دخلت على التويليت كمان بدات تنظفه كده تنظيفه سريعه. ويعتبر دلوقتي بقى روتين الحمام خلص خالص، كل حاجة بقت نظيفة وزي الفل. هنا كمان طبعا كان عندها هدوم منشورة على الحبل كده، خلاص شالتها، وهتبدأ كمان دلوقتي كده تجيب الهدوم اللي كانت موجودة عندها على الغسالة، وهتبدأ كمان تنشر الجواكت والحاجات دي كلها. شايفين طبعا بقى كده نظام هناك البلكونات فيها زي ماسورة، وبالشماعة كده بتبدأ تحط كل حاجة بحيث كمان تبقى مش متبهدلة. تعالوا كمان دلوقتي كده نشوف هنا الروتين اللي هيحصل في الأوضة دي دلوقتي مع بعض. طبعا الأوضة دي بتقول زي أوضة الخزين كده، فيها كل حاجة فاكهة، فيها كمان برضو الخزين بتاع البيت عامة، خضار وفاكهة ورز الحاجات دي كلها. فدلوقتي بتقول بقى ان كانت يعني الاوضه دي متبهدله جدا جدا، فقررت هنا هي او اخوها او زوجها اللي بيساعدها يعني عامه في الشغل ده ينظفوا كل حاجه، وبداوا كمان من الشباك. هو كان واقف بره كده في الجنينه بدا ينظف الشباك من بره، وهي في نفس الوقت كمان بتنظف الشباك من جوه زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض. وعامة بدأت كمان كده توضب الأرض كويس جدا، أي حاجة كمان هترجعها مكانها لازم طبعا تمسح تحتها الأول كويس جدا. فبتقول يعني كده يعتبر الخزين بتاع البيت نظفت تحته كويس، ومسحت كمان تحته كويس جدا، ورجعت كل حاجة في وضعها الطبيعي تاني. وبتقول هنا دي مجموعة من الملابس اللي يعني بقت صغيرة على أولادها، فبتقول دايما طبعا بتحاول تتخلص من كل الحاجات اللي ملهاش أي لازمة عندها في البيت، فممكن تتبرع بيهم لأي جمعية خيرية، أو تشوف أي حد من جيرانها عندهم أطفال صغيرين محتاجين الملابس دي، فبتبدأ كمان تتبرع لهم بالملابس دي بحيث طبعا توفري على نفسك مساحة في البيت، ومبقاش عندك كل حاجة كده متبهدلة ومتكركبة حوالين منك. هنا كمان برضو كده بدأت ترجع تاني الخزين بتاع البيت مكانه، وبتقول طبعا شايفين كمية الأوساخ اللي خرجت من المكان ده، كمية برضو مش قليلة، وفي نفس الوقت كمان طبعا أخدة مساحة كبيرة جدا في الشقة. فعشان كده طبعا يعني بتقول النظافة والنظام والترتيب لازم على الأقل مرة كل أسبوع تعملي الحركة دي في حجرة الخزين بتاعك، هتطلعي طبعا أتربة وحاجات انتي ما كنتيش متخيلها أبدا. جت هنا كمان برضو كده على الصالة، وبدأت كمان تشيل ترابيزة السفرة من مكانها، وهتبدأ توضب كل حاجة كويس جدا. دي مجموعة من البراويز طبعا اللي فيها مثلا زي حاجات تذكارية بالنسبة لهم، صور، شهادات زي شهادات تذكارية أو شهادات تقدير، حاجات من دي يعني هي مهتمية جدا بيها، فبتقول ده مكانها الطبيعي بالنسبة لهم، فهي حطاهم كده على البوفيه اللي احنا شايفينه، وهتبدأ كمان تلمع وترجع كل حاجة مكانها تاني. لو عجبكم الفيديو بتاع النهارده طبعا ما تنسوش اللايكات تشجيع منكم للقناه، وكمان برضو اكتبوا لي تحت في الكومنتات يا ترى فيديو النهارده عجبكم، والسيده دي وروتينها الحماسي او كمان التنظيفات اللي بتعملها يا ترى عجبتكم ولا لا، عشان لو عايزين نجيب لكم كمان فيديوهات من النوعيه دي حسب تعليقاتكم طبعا هجيب لكم تاني منها باذن الله. هنا كمان كده كانت حطت الكراسي بتاعت السفرة دي كده بره تتهوى شوية، وبدأت كمان كده تمسح كل حاجة من عليها كويس جدا، وتلمع الخشب كويس جدا بملمع الخشب، وكمان رجعت كل حاجة تاني مكانها زي ما شفنا كمان دلوقتي مع بعض.
مجرد طبعا ما خلصت كل حاجة خلاص بدأت تمسح كده وتكنس الأرضيات كويس جدا وترجع كمان كل حاجة مكانها عشان يبقى البيت طبعا في وضع أحسن من الأول اللي احنا شفناه في البداية. وهنشوف كمان طبعا الشكل النهائي للبيت بقى عامل ازاي دلوقتي مع بعض. كل حاجة طبعا دلوقتي رجعت مكانها وبقت نظيفة كويس جدا. تعالوا نشوف كمان دلوقتي كده روتين تاني سريع ليها في يوم تاني مختلف تماما. دلوقتي كمان طبعا بتقول في الجو الشتوي اللي احنا فيه ما صدقت طبعا ان الشمس كده تكون ساطعة وشكلها حلو، بدأت تخرج كل حاجة تحطها في الشمس، البطانية اللي حايف الحاجات طبعا اللي احنا متعودين عليها، وفي نفس الوقت كده والمخدات والمرتبة يعني تعقم الدنيا اكتر بكتير. وبتقول يعني كان النهاردة بقى الروتين بتاع حجرة النوم. دلوقتي شالت كل حاجة طبعا من على السرير وهتبدأ كمان كده تشيل كل حاجة من الأوضة زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض، وتنظف كويس جدا تحت السرير اللي شايفينه ده دلوقتي، وكمان تلمعه كويس جدا وترجع كل حاجة بعد طبعا ما تتشمس في وضعها الطبيعي تاني. وطبعا ده الروتين السريع لأي سيدة ممكن نشوفها، واحنا كمان عن نفسنا أكيد كل واحدة فينا بتعمل كده في بيتها. طبعا اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو طبعا ما تنسوش اللايك تشجيع منكم ليا وللقناة. اشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديوهات الجاية، ومع السلامة.